الكل كان يسألني عن جل الإبيديو اللي شايفينه في الصورة فوق، وهذا شكله القديم وكان مقطوع والكل كان يسأل عنه. الحين نزل جل الإبيديو بالشكل الجديد وحلته الجديدة، هذا هو، ويميزه ثلاث شغلات. الشغلة الأولى، هذا صار أقوى من القديم، جل الإبيديو الجديد أقوى من القديم. ليش؟ لأن تركيز المقشر اللي فيه ثلاث أضعاف اللي فوق. الشيء الثاني، طريقة استخدامه صارت أسهل. القديم كنا نحطه على الحبة أو الحبوب طول الليل، أما هذا نحطه ساعة ونشطفه، مجرد ساعة واحدة كافي، فما راح ياخذ وقت طويل من يومكم. الشغلة الثالثة، سمعت أنه أرخص لكن ما متأكد من هذه المعلومة، يبدو أن الجديد أرخص من القديم. وبما أن العيد بعد يومين، استخدموه بالطريقة المعلنة في الموقع الرسمي، يعني مرة في اليوم مدة ساعة واشطفوه. ما راح يجي العيد إن شاء الله بعد يومين إلا تكون البشرة صافية من الحبوب، مو من التصبغات، فقط من الحبوب. طبعا هو علاج جديد، فمع الوقت راح ممكن أغير طريقة الاستعمال أو أسوي أبديت بناء على تجارب الناس. من الشغلات اللي أحبها بعد بالكريمات والسيرامات أن تكون محفوظة بطريقة إيرلس. طالعوا هذا الإبيديو جل، شوف شون فريش لداخل، لأنه ما يدش فيه الهواء داخله. شوف هذا بعد ما يدخل فيه الهواء داخله، فيكون فريش. شوف شلون تكون فريش، فيتامين سي ما يخرب. فرق عن هذا مثلا، طبعا مبين اسم البراند، شوفوا الهواء يدخل فيه، فشوف الفيتامين سي شلون متأكسد وخربان بسرعة، يخرب ويتأكسد الفيتامين سي. شوف شلون لونه، حتى هذا يجمع البكتيريا وغيرها، شوف شلون متأكسد وخالص. اما هني الفيتامين سي يكون محفوظ بطريقة مو معرض للهواء فما يتأكسد. طالع شلون فريش يطلع، طالعوا حتى الإبيديو جل شون طالع فريش. فطريقة الاحتفاظ بالسيرم والكريم جدا مهمة عشان تحافظ على جودة المنتج.